دول اهليهم ماما وبابا. عارفين الخناقات اللي مع الاهل اللي تطلعوا منها حاسين ان علاقاتكم كلها اتغيرت وعمرها ما ترجع تاني زي ما كانت؟ انا كنت بتخانق الخناقات دي كتير مع اهلي، بالذات السنه اللي فاتت. ليه بالذات السنه اللي فاتت؟ عشان السنه اللي فاتت انا تميت ال 21 سنه وحسيت خلاص مش محتاجه ارجع لاهلي بجد في كل قرار باخده في حياتي. واكتر حاجه كانت بتجنني اسئله انت رايحه فين؟ مع مين؟ هترجعي ازاي؟ هترجعي مع مين؟ خلاص بقى سيبوني. اكيد حاسين بيا، يعني اكيد انا مش لوحدي. بس طبعا انا علاقتي مع اهلي حاجه مهمه جدا وغاليه جدا عندي، فانا كنت مستعده ان احنا نلاقي حلول سوا. محتاجه احس بالمسؤوليه والحريه، وهما من ناحيتهم انتي لسه بنتنا الصغيره وهنخاف عليكي مهما كبرتي. فهيحصل حاجه من حاجتين، يا اما هنفضل نعاند بعض ونتخانق كل واحد متمسك جدا برايه، او كنا هنكمبرمايز نمسك العصايه من النص ونلاقي طريقه ان احنا كلنا نعيش مستريحين. بالتدريج كده بدانا نتكلم بهدوء واحده واحده لحد ما وصلنا لحل. اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اكون عبرت عن نفسي وعن قد ايه المسؤوليه والحريه مهمين بالنسبه لي، وان هم يسمعوني، وفي نفس الوقت انا سمعتهم وشفت كده وجهه نظر انا ما كنتش بفكر فيها، ان انا بنت الكبيره. هم لسه بيسالوني انت رايحه فين ومع مين وترجعي ازاي، بس انا برد وانا راضيه.